معلوماتي بتقول انك بتحبي ولكن بتخافي من الزواج. ليه بتخافي من الزواج؟ بخاف من الزواج. بحسه بيقتل الحب. يمكن تجارب. من وين حسيتي هيدا الاحساس؟ في تجارب حوالي كثير شوفها يكونوا بيحبوا بعض قبل، هن يتزوجوا من هون تخف المشاعر تلقائيا، هي طبيعي بدها تخف، بس حس انه لا، الحب احلى من الزواج. وانا فعلا ما عندي اياها هاجس، يعني ممكن ما تتزوجي؟ هاي ما بعرفها، ربنا بتخافي من الزواج؟ بيعرف هذا الشيء. بتخافي؟ مو خوف، بس يعني ما بحس انه، يعني ما بحسه لازم، يعني هو مو شيء لازم بالحياه، هو اذا صار اوكي، اذا ما صار الاولاد ما بفكر، العيله ما بفكر، بحس هدول الشغلات مو بايدي. اذا بتحبي وطلبك للزواج وبتحسي انه انا ما قادره، يعني بدك تكملي حياتك معه، شو بتعملي؟ تفضلي حب؟ تفضلي حاله حب؟ انا بفضل حاله الحب، بفضل حاله الحب، بس اقول لك انه ممكن ما اتزوج بها، لا اكيد لا، انا ما لي رافضته الموضوع، بس ما عم فكر فيه، يعني انا مالي رافضه فكره الزواج. لا، في فرق بين انه نحن نرفضه او ما نفكر فيه، لانه بالاجمال المراه بتفكر بالزواج، خصوصا اذا كانت جميله وبتحب مثلا، مشاعرها بتتحرك، وبعمر معين بتفضل انه تشارك يعني حدا. هلا قبل كنت فكر بالزواج بوقت كنت صغيره، كنت فكر بهذا الموضوع، بس وقت كبرت ما هذا الموضوع بيعني لي صراحه. هلا شغل وعيلتي. حبيبك طلبك للزواج، شو بتعملي هلا؟ هلا حبيبي انا يعني انا ما جزمت انه انا عندي حبيب، بس لنفترض كان عندي حبيب وطلبني للزواج، شو قديش صرنا؟ كم سنه؟ صرنا 4-5 سنين مثلا؟ ايه بنحب بعض؟ ايه ممكن اقول ايه.